واشتكيتوا وجاو معاكم وعاينوا واقعة الاحتجاج. قال لك ما مشيناش حيت ما عرفناش، ما مشاوش حيت ما كانش عندهم عقد الزواج. هذه هو الحقيقة اللي ما بغاوش يقولوها للمحكمة. ما مشاوش حيت ما كانش احتجاج. والزوجة ديالو تتقول للمحكمة أنا كنت فرحانة وجالسة في البيت، وملي تنبغي الماء ولا الماكلة ولا ليكوش لولدي تنعيط ليهم في التليفون وتيجيبوا ليا. واش هذا احتجاج؟ هادو هما الشهود اللي غادي يعضدوا وغادي يأكدوا هاد المتابعة المسطرة في حق هاد المتهمين. والله إلا حرام من جيتي أنا كرجل قانون، حرام أننا نسمعوا بحال هاد الكلام ونخليو هاد الناس رهن الاعتقال. اش كتشوفوا بانهم قراوش المحاضر؟ هما تيقولوا بانه الفرقه الوطنيه ما عطاوهمش فرصه انهم يقراو المحاضر ديالهم وفقط وقعوا. ايوا قضية التحقيق قال لك حتى هو ما قراوش المحاضر ولا جايين تشهدوا، وفي أشمن واقعة جايين تشهدوا، وعلاش جايين تشهدوا، ولفائدة من؟ تنخلي بالنسبة للشهيد للرأي العام يجاوب على هذه الأسئلة. نعم بالنسبة للشهيد الأخير وحتى الشهيدة اللي ما تذكروش أنهم يعني اتخذت لهم صور، يعني وهذا هو يعني مربط الفرس. هذا قلنا استمعنا لهم، وانا في كل شاهد تنقول له واش هذا هو الكلام اللي عندك؟ ما عندك حتى شي اضافه اخرى. تيطرح عليه السيد رئيس محترم تيقول له فعلا واش هذا هو الكلام اللي عندك؟ ما عندك شي حاجه؟ تيقول له هذا هو الكلام، ما عندي حتى شي حاجه. وتنقول له وقضيه التصوير ديال الابن ديالك؟ تيقول نعم عاد تفكرت. وتتسناني انا نفكرك ياك؟ تتقول المحكمه هذا هو الكلام اللي عندك. اول حاجه خاصو يبدا بها المشكل ديالو مع مصحه الشفاء هو التصوير ديال الابن والاسترزاق بالابن. هذا هو المشكل اللي عنده، ما عنده حتى مشكل اخر. كيفاش ينسى المشكل الاصلي ويمشي ليا يقول لي انا يا خرجت للزنقه تنبكي وداز واحد السيد وعطاني 2250 درهم دخلتها اليوم؟ زعما نكونوا شويه تنخدموا عقلنا، ما نبقاوش نشوفوا الامور بطريقه سطحيه. خصنا ندقوا، هذه غرفه الجنايات، هذه عقوبات ثقيله جدا. الساكت عن الحق شيطان اخرس، وخصنا نقولوا الحقيقه، كل حقيقه ولا شيء غير الحقيقة. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.